السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير. نحن اليوم أمام كتاب الفصل الثاني بناء الصف العاشر، ولدينا اليوم درس الأدب الخالد. نعم، أين نحن الآن طلاب؟ نحن درس اللغة العربية، سأتعلم من درس أتعرف إلى مفهوم الأدب الخالد، بين تأثير الأدب على مر الزمن، أن أحل التاريخ المتعارف. هيا نتذكر. نعم، تعريف الأدب هو أحد أشكال التعبير الإنساني عن مجمل عواطف الإنسان وأفكاره وخواطره وهواجسه بأرقى الأساليب الكتابية التي تتنوع من النثر المنظوم إلى الشعر الموزون، لتفتح للإنسان أبواب القدرة للتعبير عما لا يمكن أن يعبر عنه بأسلوب آخر. نعم، هذا هو تعريف الأدب. نعم، الكلمات المفتاحية للدرس: الأديب، الأثر الأدبي، العصور، الأدب الشعبي، الأدب الرفيع. نعم طلاب، الآن لدينا نص الأدب الخالد، تفضلي رنا بقراءة المقطع الأول. الأدب الخالد. مشكلة الأديب هي أنه إنسان قبل أن يكون أدبيا إنسان، ابن بيئته وجيله ومجتمعه وعصره، لا بد أن يحس إحساس مجتمعه وأن يتأثر بما يحدث في بيئته وزمنه فينتج أدبا، أي شيئا يستطيع الحياة في كل بيئة وعصر. والشيء الذي يستطيع الحياة في كل بيئة وعصر هو ذلك الذي يهم الإنسان في كل بيئة وعصر، هو ذلك الذي يتصل بالإنسان لكونه نوعا بشريا ممتد الوجود في الزمان والمكان الخالدين. معنى هذا أن الأثر الأدبي الخالد لا بد أن ينطوي على شقين: شق يعني أهل زمنه خاصة، وشق يمكن أن يعني الناس كافة في كل زمان وموطن. نعم، أحسنت رنا، جزاك الله خيرا. الآن كامل المقطع الثاني. لو تأملنا أغلب الأدب والفن، تأمل الباحث عن سر حياتها، لوجدنا أنها لا تعيش حياة واحدة في العصور كلها، لأنه ما من عصر تنطبق حاله على عصر آخر تماما انطباق، فالآثار قد تعيش في كل عصر بشخصية مختلفة بعض الاختلاف، ويرى فيها أهل كل عصر الناحية التي تتفق مع مزاجهم وذوقهم وتفكيرهم ومداركهم، فهي أحيانا تعيش في زمان بوجهها البراق المشرق، وتعيش في زمان آخر بروحها الخفيف الجذاب، ثم تعيش في زمان أخير بتفكيرها الدقيق العميق. والقليل جدا من بين هذه الأثار ذلك الذي يستطيع أن يعيش بوجه واحد في العصور كلها. نعم، أحسنت كامل، جزاك الله خيرا. الآن المقطع الثالث، ننتقل إلى زميلكم طارق، تفضل. كما أن الملاحظ في الآثار الأدبية التي تنتقل من عصر إلى آخر أنها تكاد تكون محصورة في نطاق أدب خاص، فالأدب الشعبي كلما قلما ينتقل من جيل إلى جيل ومن موطن إلى موطن بالكمية والسرعة التي ينتقل بها الأدب الرفيع. لقد كان راسين يقول أنه يكتب لـ200 فقط من الصفوة، وهو ذا راسين يعيش إلى راسين يعيش إلى اليوم حياة موفورة في ثقافة كل أمة متحضرة، على حين أنه يصل أيضا إلى عصرنا كثيرون من شعراء الشعب أو مؤلفيه الذين صفقوا لهم في المحافل والمسارح وطرب لهم في المغاني والمشارب. نعم، أحسنت طارق، جزاك الله خيرا. الآن ننتقل إلى شهد، المقطع الرابع. أترى الخلود الأدبي لا يصنعه غير نفر قليل من الصفوة في كل بلد وعصر؟ إذا كان هذا صحيحا فما السبب؟ أهو في عجز الأدب الشعبي عن الحياة في بيئة أخرى غير بيئته وزمن آخر غير زمنه، إلا في القليل النادر عندما يسمو على نفسه بقوة في خلق ترفعه فوق اللغات واللهجات والحدود والأزمان والأجناس، كما هي الحال في قصص ألف ليلة وليلة. ربما كان السبب هو أن الصفوة المثقفة هي التي تكتب وتفسر وتسجل، في حين أن سواد الناس يكتفون بالتلقي العابر. وربما كان السبب هو أن الصفوة المثقفة هي التي تصدر الأحكام الثابتة على أساس من فهم ثابت، في حين أن أفهام الناس وأذواقهم في مجموعهم وسوادهم متقلبة متموجة تتحرك وتتطور كلما ازدادت حظا من المعرفة والإدراك. نعم، أحسنت شهاد، جزاك الله خيرا. الآن
إلى المقطع الخامس. نعم سيدرا تفضلي. وأخيرا إن الأدب الكبير هو ذلك الذي يصلح لعصره ولكل عصر وينفع الناس ويعرض لشؤونهم ويوجه حياتهم في جيلهم ثم يمضي بعد ذلك، ينفع الناس في الأجيال كلها، هو ذلك الذي ينظر بإحدى عينيه إلى الوطن الصغير ممثلا في بيئته وزمنه، وبعينه الأخرى إلى الوطن الأكبر ممثلا في الإنسانية إلى نهاية الدهر. نعم أحسنت سيدرا جزاك الله خيرا. نعم طلاب كنا اليوم أمام درس قراءة الأدب الخالد، تعرفنا إلى مقاطع الدرس وقرأنا.